قناة ذوق بنا ترحب بكم، أهلا وسهلا بالجميع. شين لو بونغو، سوايي لي بيانفوني. غود تيست شانل، ويلكام. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متتبعي الكرام، مرحبا بكم في ذوق بنا، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم على بركة الله رايحين نحضروا وصفة الكوكيز بالبندق ورقائق الشوفان، زبيب وشوكولاتة. تفضلوا معايا نشوفوا مقادير الوصفة. لهذا الوصفة لازم لنا أخواتي زوج حبات نتاع البيض، لأني راني حطتهم في الغيسيبيون. عندنا أيضا 150 غرام نتاع المارغرين. عندنا القليل من البندق أو لانوازيت. عندنا رقائق الشوفان، وعندنا زبيب، وعندنا ايضا قطع شوكولاته، بيبيت دو شوكولا والسكر. هذه هي المقادير نتاعنا. عندنا ايضا اخواتي الفارينه 450 غرام. عندنا ايضا رشه ملح. عندنا كيسين من الفانيليا وكيس من الخميره الكيميائيه. هذه هي المقادير اخواتي. عندي ايضا الفارينه اخواتي كما قلت لكم، لهنا راه عندي 300 غرام ونزيد لها 150 غرام، يعني 450 غرام نتاع الفارينه مقدار نتاع هذا الوصفه. بسم الله على بركه الله. اول حاجه راح نعملوها نخلطوا البيض مع السكر اخواتي، نستعملوا الفوي ولا الباتور. بسم الله، نخلطوا مليح هذاك السكر مع البيض. كي نخلطوه مليح البنات نضيفوا لا مارغرين. نستعمل الفوي في البدايه، ومن بعد راح نستعمل يدي اخواتي. لهنا البنات انا ضفت هذيك 150 غرام نتاع المارغرين ونخلطها مليح، نستعمل يدينا خير، نخلطها مليح مع هذاك البيض والسكر. من بعد راح نلموها بالفارينه، نخلطو فيها مليح مليح، نخلطوهم مليح البنات حتى نتحصلوا على عجينة. من بعد نضيفوا المكسرات. ولهنا البنات نفرغوا لي دو ساشي تاع سكر فاني، ونزيدو نفرغوا ثان لو ساشي تاع لوبيغ شيميك. بعد ما ضفنا الخماره ولافاني خياتي، ندخلو مليح في لاباط في العجين. البنات هذه هي لاباط كوكيز تاعنا، شوفوا كيفاش تجي دايره. دوك رايحين نضيفو المكونات الاخرى. عندنا رقائق شوفان لي فلوكون دافون، نزيدو لانوازيت، نزيدو ايضا زبيب، ونضيفو ايضا لي بيبيت دو شوكولا، ولا لي مورسو دو شوكولا. دوك هكذا البنات راح نمزجهم كامل مع بعض، ندخلهم كامل في هذه لاباط. بسم الله، هكذا ندخلهم كامل في لاباط. هذه هي لاباتا كوكيز نتاعنا اخواتي، راح نخلوها ترتاح نصف ساعه، حطوها في الثلاجه ولا خلوها غير برا راه بروده. البنات نحلوا لو بابي فيلم على لا بلانش دو ترافاي كيما راكم تشوفوا لهنا، باش تجينا المهمه سهله. نفدو لاباتا نتاعنا، كان عندنا قطعتين، نحطوها لهنايا، نخلوها ترتاح. من بعد راح نفصونوها اخواتي. فوالا راح نغطيها بالبابي فيل. فوالا كيما هكذا نغطوها ونحطوها في الثلاجه ونخلوها على برا ترتاح.
ولا انا البنات بعد ما ارتاحت العجينه نصف ساعه رايحين نشكلوها، رايحين نفصلوها على بركه الله. ولهنا البنات في السنيوه ديروا بابي كويسون، لازم نطيبوهم على بابي كويسون ورق الطهي. فوالا نحلوها لو فيلم اليمونتير اخواتي ونشكلوها. شوفوا كيفاش راهي ما شاء الله لاباط. راح نشكل دي غاليت نحطهم في السنيوه اللي كنت حطيت لها بابي كويسون. هكذا اخواتي راح نكمل كامل السنيوه، راح نزيد وحده اخرى نحطها. غادي نستعمل الفرشيطه ونشكلهم هكذا كيما راكم تشوفوا، نبلاطيهم شويه. يفو لي زابلاطير كيما هكذا بلا فورشيت. فوالا غير شويه هكذا. لهنا البنات دخلتهم للفوق 180 درجه على نار هاديه. لهنا البنات راهم قريب يطيبوا لي كوكيز نتاعنا. شوفوا خرجوا ما شاء الله، مبقالهمش بزاف، يزيدوا يحمروا غير شويه وصايي. هذو هما لي كوكيز نتاعنا اخواتي، شوفوا كيفاش طابوا، طابوا ما شاء الله. المذاق نتاعهم رائع، يعني كاين مزيج تاع شوكولاته مع البندق مع زبيب بنه هايله. نزيدوا لافاني، نقدموهم مع القهوه، راح يخرجوا لنا ما شاء الله. فوالا، ولا مع تي على تي. هذه كانت وصفتنا لنهار اليوم، وصفة الكوكيز بالبندق. ان شاء الله تكون عجبتكم اخواتي وانكم تجربوها. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في روحكم بزاف، مع السلامة. شكرا على مشاهدة الفيديو. ميرسي دافوار ريغاردي لا فيديو. ثانكس فور واتشين ذا فيديو.